كده حكموا أنفسكم قدام ضمايركم، ولازم تعرفوا إن شجرة الظلم عمرها ما تطرح غير ظلم، ولو بلغنا في استسلامنا بيضيق فكرنا وعمرنا ما هنشوف الحقيقة، واللي بيصدق كذب الحياة بيسخر منه ضميره، وهتكون عواقب صمته أشد خطورة بكتير من أسبابه. وأما الضمير الحي فهو منارة الإنسان إلى الصواب، ولازم نستعين بيه علشان نحقق حلمنا العربي. ويلا بينا نصحي الضمير ينطق، وإلا يبقى ضميرك الأبكم زيه زي الشيطان الأخرس. كلنا شفنا الصورة سودة وإحنا السبب، بإيدينا تبقى الصورة بيضة، بس العتب على أحمد وحسين وحنا ومينا، لو يحسوا مرة ببعض يصحى الضمير فينا. يلا بينا نصحي ضمير الناس، نصرخ بكل إحساس، إحنا العرب إخوة. يا ريت يعني مناي اني ارجع البيت.